إن شاء الله النهاردة مؤتمر صحفي بالمعنى الصحيح، بعد أن ننتهي سنفتح باب الأسئلة والتساؤلات علشان كل واحد عايز يسأل أي سؤال، إحنا تحت أمره دون أي تحفظ، دون أي تحفظ. طبعا إحنا في أول السنة خالص بدأنا وقلنا إن هدفنا هو تكافؤ الفرص، العدالة، الشفافية، وقلنا إن في 85% من الأسئلة مقالي و15% 85% ام اس كيو موضوعي و15 لا يزيد عن 15%. ونظام الامتحان اوبن بوك، اوبن بوك زي ما احنا متفقين، كتيب المفاهيم اللي موجود من العام الماضي هو اللي هيبقى مع اولادنا برضو نفس الكلام، وكان في بعض الاوراق الصغيره مرافقه لكتيب المفاهيم برضو هتبقى ايه، هتبقى موجوده. تصحيح الثانوية العامة ده شكل مهم جدا وهيتم بشكل إلكتروني وهوضح لحضراتكم الآن. أنا كل اللي عايزه إن أولادنا يطمئنوا، وذاكرت إن شاء الله ربنا هيوفقك، وده اللي إحنا عايزينه بقدر كبير جدا من الشفافية والإيه والعدالة. أي امتحان، أي عملية امتحانية بتتم لها منظومة كبيرة، إعداد الورقة الامتحانية أو إعداد الامتحانات، وبعدين سير الامتحانات، يبقى أول حاجة إعداد الامتحانات، وبعدين سير الامتحانات، وبعد كده عملية الإيه التصحيح برضو إزاي هتتم. أنا عايز بس أقول إن الامتحان مسحوب من البنك، المفروض إنه على طول من البنك على الطباعة، ولكن عشان نطمئن عملنا الآتي في إن إحنا في لجنة لمراجعة الامتحان قبل عملية الإيه الطباعة، وتم اللقاء كبير قوي مع الهيئة اللي هتراجع الامتحان المسحوب من البنك مع الأستاذ الدكتور رمضان حوالي من أسبوعين، من أسبوعين تقريبا، وهقول لكم العملية فيها إيه بالظبط في هذا الكلام. أهم نقطة كل اللي بيدور في ذهنكم احنا بنحاول نتلاشاه في هذه المره باذن الله. انا بعد اذن حضراتكم الاجراءات اللي عملناها للاستعداد للثانويه العامه، انا بس عايز اطمنكم ان كل واحد في اللي حضراتكم اللي قاعدين هياخد نسخه من البرزنتيشن، فيعني ايه ده بس واضح عشان تبقى الدنيا تمام. اتفضل استاذ. فكرك ان انا هجيب ال طبعا حصل تعديل، انا بس عايز برضو اكد على ان عندنا مركز قومي للامتحانات والتقويم التربوي اللي انا اصلا يعني بشرف ان انا واحد من اعضائه، وان عمليه الامتحانات ومواصفات الورقه الامتحانيه عمليه علميه وليست عمليه ارتجاليه ولا تنازل عن اي شيء، ولكن هو طريقه علميه للعمل، وده واحد من يعني المركز القومي للامتحانات هو واحد من المراكز المتخصصة في القياس والتقويم اللي ممكن يكون موجود في المنطقة العربية. احنا السنة دي نزل عندنا، عملنا تعديل على المواصفة بحيث ان بقى عندنا 85% اسئلة ام سي كيو او اختيار متعدد، وجزء لا يتعدى ال 15%. انا بس عشان وحوضح لحضراتكم دلوقتي، وانا اعتقد كل اللي يهمنا ان احنا نوري اولادنا ورقه الامتحان شكلها ايه. لما عملنا النماذج الاسترشاديه وكانت الاسئله المقاليه في وسط الاسئله يا دكتور رمضان، والناس علقت، فاحنا عملنا الاسئله المقاليه هتبقى في نهايه الايه، في نهايه الورقه. اللي انا برضو باكد عليه 30% اسئله بسيطه او عمليات عقليه بسيطه، ثم 40% عمليات عقلية متوسطة، ثم 30% للمستويات العليا. طبعا علشان بس الناس تبقى عارفة ان احنا لازم الامتحان يبقى بيقيس كل المستويات المعرفية. السؤال الاهم ولبعض الناس المتخصصين بيسألوه، الاختبار هو عينة ممثلة للنواتج التعلم، ولا اخلال بهذا التمثيل، سواء بقى مقالي سواء موضوعي، لازم في الاخر يبقى عينه ايه ممثله لمين، لنواتج الايه التعلم.
الكلام الأهم والأخطر هو الاعتماد على دقة الصياغة. أنا ما بجيبش لغز لأولادي، أنا عايز سؤال بيقيس عملية عقلية، وبالتالي السؤال يبقى محكم الإيه؟ الصياغة. لو في الاختيار المتعدد تحديدا، لأن ده اللي بيبقى صياغته محتاجة حرفية أكتر، إن هو بديل واحد فقط هو اللي إيه؟ هو اللي صحيح من بين البدائل، لكن بقية البدائل علم لكنها مش إجابة لهذا السؤال. ده بس عشان الايه الجزئيه دي تبقى واضحه للايه للساده الزملاء. عملنا ايه؟ جينا دربنا الناس مع المركز القومي للامتحانات على صياغه المفردات الاختباريه، ثم رجعنا جبنا تاني بتوع ثالثه ثانوي تحديدا ودربناهم في اكتوبر، وهوري حضراتكم الاعداد بالنسب بتاعتها اللي اتدربوا على صياغه الاسئله، لان انا يهمني المعلم بتاعي يبقى عارف ازاي يصوغ سؤال في مستويات عليا علشان يدرس لاولادنا. وده اللي فادنا الحقيقه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، ان احنا عملنا كل اداره تعليميه وضعت الامتحان وحملته على السيرفر الخاص بالاداره التعليميه بتاعتها، وبالتالي ما عملناش زي قبل كده ان احنا كنا بنخلي الامتحان على مستوى الجمهوريه. في 300,000 واحد اتدربوا على اعداد الاسئله، وده واحد ودي من الحاجات اللي انا اكدت عليها في بدايه عام الدراسه. لو تتذكروا او قبل الدراسه بيومين او ثلاثه عملنا مؤتمر صحفي، ثم بعد ذلك عملنا مؤتمر ثاني اتكلمنا فيه عن وصفه الورقه الامتحانيه، ثم المؤتمر اجتماع خاص بمركز القومي للامتحانات ورجال الكنترولات ولجان الاداره، ثم النهاردة التفاصيل النهائية للورقة الامتحانية في هذا السنة. في نموذج استرشادي نزلناه واستفدنا منه ان احنا بعض الاسئلة المقالية اللي كانت في النص بقت في الاخر علشان الطالب ما يحصلوش عملية ارتباك. مراجعة المديريات لكتيب المفاهيم، لان كلكم عارفين هو كنا بنقول لكل رئيس لجنة لازم تكون مسلم الكتيبات، فطبعا اكيد هنلاقي نسبة فاقد، فاحنا راعينا ده بحيث ان احنا كل طالب يبقى قدامه كتيب المفاهيم، حتى الاوراق الاضافية اللي كانت موجودة هي موجودة. طب النسبة اللي هنطبعها زيادة هي نفس الجهة اللي هتطبع، يعني السؤال الكتيب المفاهيم اللي قاعد على اليمين زي اللي قاعد على الشمال هو نفس الايه الكتيب. انا الحقيقة اللي يهمني جدا مكافحة الغش، بصراحة مكافحة الغش، لأن يوم ما واحد يغش وياخد درجة مش درجته احنا كده ظلمنا مين؟ ظلمنا طالب آخر. فاحنا كوزارة حريصين على هذا الكلام. اللجان اللي فيها أستاذ خالد، اللجان اللي شهدت التهاب أو يعني قلق العام الماضي لا يعقد فيها لجان هذا العام. الحاجة الثانية إن احنا الطلبة اللي كانوا بيحولوا على ثالثة ثانوي مباشرة إلى بعض الأماكن بعينها، منعنا هذا التحويل وخلناه من جانب مين؟ من جانب وزارة التربية والتعليم، واللجنة كانت برئاسة الأستاذ خالد علشان نضمن إن مفيش تحويلات. ورغم من ذلك رصدين كل حاجة ومتابعين كل حاجة في هذا الإيه؟ في هذا الإطار. التصحيح، أعمال التصحيح. التصحيح الإلكتروني هندرب المعلمين عليه برضه، وده واحد من الحاجات اللي عملناها اللي كانت نتاج المؤتمر اللي احنا عملناه مع بعض. هندرب كيف يستخدم التابلت علشان يصحح الاسئله المقاليه. في سؤال هنا مهم جدا، التابلت مش هيصحح الامتحان الاسئله المقاليه، ولكن هبعت ورقه الاجابه للمعلم على التابلت، فبدل ما هو يبقى قاعد على ترابيزه جوه دايره التصحيح، لا هي هتجيله على التابلت بتاعه ويصحح الايه؟ السؤال. يبقى اللي هيصحح السؤال مين؟ معلم بروبريكس بمستويات تقدير، او بخلينا نقول بالبلدي نموذج اجابه واضح، امتى تحط نص، امتى تضع درجه، امتى تضع درجه ونص. والورقه هتروح لاثنين معلمين وبعاد عن بعض، يعني ده في مكان وده في مكان، والدرجة لو زاد الفرق عن نص درجة هودي الواحد تالت. طب زاد عن نص هنحتسب النص. يعني ايه عمليات تقديرية؟ لا بعد حاضر بالراحة كده. طب مصحح ده واحد ونص، ومصحح تاني ده اتنين، اخد الدرجة دي اتنين.
طب واحد تاني ادى 2.5، لا كده ألجأ لمين بقى؟ لواحد تالت محايد. ده علشان اضمن هذه العمليه. فانا بس عايز اطمن الناس ان الموضوع لا وضع يعني محكم جدا، وعاملين حسابنا فيه بشكل قوي جدا باذن الله. التصحيح الالكتروني زي ما الاستاذ خالد بينوه، يعني عندنا 7 مراكز، هندي المعلم كل معلم التابلت بتاعه، وهيبدا المنصه بقى هنا المركز التصحيح اللي في 6 اكتوبر هيبدا يبث الاسئله، ورقه الاجابه بتاع الطالب على التابلت بتاعه، ويبدا يصحح ويدي الدرجه بتاعه. في مراجعه، بصوا بقى، ورغم من ذلك هنعمل برضو اللي هي بيسموها ده تدقيق اكتر، هناخد نسبه نبص عليها احنا بطريقتنا عشان نضمن ان التصحيح الالكتروني ماشي بدرجه عاليه جدا، علشان في النهايه كل واحد يبقى واخد درجته تماما. في الاخر اكتب اللي انت عايزه، وانا في الاخر هقول لكم على حاجه تانية. زي ما شكلنا لجنه تراجع ورق الامتحان قبل الطباعه، بقى عقب الامتحان هنجيب 10 خبراء تانيين، ما هماش هم غير مين؟ غير اللي يراجعوا الامتحان قبل الامتحان وقبل الطباعه، يوم بعد عقب الامتحان هنطلع ويراجعوا نموذج الاجابه، ولو لقوا اي حاجه في الاسئله احنا على طول هناخد القرار الصائب لصالح مين؟ لصالح اولادنا. التصحيح طبعا هيتم بشكل مركزي في 6 اكتوبر. الاسئله المقاليه زي ما قلت. التظلم بقى السنه دي عند التظلم هند للطالب ورقه الاسئله بتاعته والبابل شيت بتاعه ونموذج الاجابه علشان يعرف هذا الكلام. طبعا في ناس كتير كانت بتقول البيانات بتاعتي لكن الورقه مش بتاعتي، ده ادعاء. فعشان كده لما هوريكم البابل شيت دلوقتي، عملنا باركود فوق عند البيانات وباركود تحت، علشان يبقى الباركود بتاع ده هو الباركود بتاع اللي اسفل الورقه، وهوريها لحضراتكم دلوقتي حالا. يعني طبعا احنا دربنا الناس، وده مهم جدا، ودي كانت واحده من الحاجات اللي قلتها في بدايه الدراسه. انا هو التقييم في الاخر علشان اتاكد من نواتج التعلم، فاحنا عملنا برنامج تدريبي ل 300,000 معلم المرحله الثانويه و 40,000 لثالثه ثانوي، اتدربوا على صياغه الاسئله ومفرداتها تحت اشراف المركز القومي للامتحانات، اللي هو مركز متخصص في عمليه الامتحانات والكلام ده كله. انا يعني مش عايز اطول في هذا الكلام، ولكن هتقلب كده بعد اذن حضرتك كمان. بس سيب لي دي بقى كده. هذا الجدول اللي بيبين عدد المتدربين اللي اتدربوا على لثالثه سنه وبس، كانوا 40,000 ومتوزعه بالنسب على على المحافظات وعلى المواد بتاعتنا، علشان ده تم في 6 اكتوبر، وبعد 6 اكتوبر الناس راحت عملت تدريب تاني في المدريات بتاعتها. البابل شيت بقى ده اللي يهمني قوي الحقيقه، عايز اوريها لحضراتكم جامد. يعني شايفينها؟ في عندي بقى هنا ورقتين اجابه، ورقه للبابل شيت للجزء الالكتروني، الجزء اللي هو الام اس كيو، وورقه ثانيه للجزء المقالي بتاعنا، وفي باركود فوق وباركود تحت. السنه اللي فاتت كان الادخال رقم الجلوس بيتم بعنصر بشري، المره دي لا، هتكتب رقم جلوسك اهو، وترجع تسود الدوائر دي علشان يتقري بشكل الكتروني، يبقى في رقم طالب كاتبه، وفي نفس الوقت في مجموعه من الدوائر تحت بيسود الدوائر عشان السكانر يقرا البابل شيت بقى الكتروني. ده الحقيقه واحد من الحاجات المهمه اللي احنا اكدنا عليها في الجزء ده. نعم. السنة اللي فاتت كنا بنحط كود وبتاع وحاجات كده، على اساس ان قال يعني الطلبة ما يعرفش دي ورقة الورق اللي معنا، لا، هو الكراسة بتاع الأسئلة أصلا لها لون، نموذج ألف له لون، ونموذج باء له لون، ونموذج جيم له. خلاص يا جماعة،
انت هتقعد تحط اكواد وتتوه الطالب، وهو الطالب في اول 5 دقائق بيعرف النموذج بتاعه، فكتبنا نموذج الف، نموذج باء، نموذج جيم، نموذج ايه دال، لا هنكتب اسم النموذج بس، نموذج الف، نموذج باء، نموذج جيم، نموذج ايه، نموذج دال. اللي انا عايز اقوله بقى لسه هقوله، هنعمل فيديو توضيحي شارح لكيفية استخدام البابل شيت للطلب عشان أهليهم يشوفوها وهما كمان يشوفوها، وده هيبقى فيديو صغير بيبين بتسود ازاي، بتعمل ازاي. السنة الماضية عدد خانات أرقام الجلوس اللي فوق كانت 7، اسمعوا بس الكلام، 7، ورقم الجلوس كان 6، فالناس تقول لك أسيب خانة ولا أعمل خانة. المرة دي بقى عدد الخانات 7، أرقام الجلوس 7. أقولها تاني، رقم الجلوس اللي فوق ده، اللي فوق ده كم خانة فوق؟ أيوة زي الرقم القومي، 7 خانات، ورقم الجلوس 7 خانات. إذن بقى هتكتبها يمين شمال، هو معروف إن الرقم بالحساب بيتكتب من الشمال، فما عادش عندك خانة إيه؟ فاضية. ده واحد برضو من الحاجات اللي إحنا بنتداركها كل مرة بنظبط في هذا الكلام. أنا الحقيقة يهمني التعليمات اللي قلناها للمجموعة الهيئة الفنية اللي هتراجع الامتحان المسحوب من بنك الأسئلة. خلي بالكم، يعني هم مش بيعملوا هم الامتحان، لكن هو بيراجع الامتحان من بنك، اللي بيراجع الامتحان قبل الطباعة. سؤال مترحل، رسمة مش واضحة، سؤال فيه مشكلة، في الاخر يبقى عندي ناس اعرف احاسبها. انا مش هحاسب البنك، هحاسب البنك ازاي يعني لما يبقى عندي خطا؟ احاسب البنك ولا خاصب ولا حاسب اللي راجع الامتحان قبل عمليه الايه الطباعه؟ القرار كان الاجتماع هنا مكانكم، هنا للهيئه الفنيه، مش عايز اسميها الهيئه الفنيه، الهيئه لمراجعه الامتحان المسحوب من بنك الايه الاسئله. أكدت عليهم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وسواء الاختيار المتعدد والمقالية، وقياس النسب المعرفية، هل التزم ب 30% و40% و30% مستويات عليا، البعد عن أي أسئلة لها علاقة سياسية دينية حزبية. يعني أنت عندك نواتج تعلم جامدة جدا، إيه اللي يخليك تروح تتكلم في حاجة تانية بعيد عن هذا الموضوع؟ الأسئلة تبقى واضحة ولا تحتمل التأويل، هو هي إجابة واحدة اللي صح. الصعوبة بتبقى في العملية العقلية، مش في التواء الصياغة معايا يا جماعة. فده الحقيقة كان واحد للناس اللي كانوا بيتكلموا في هذا الموضوع. عدد الخطوات وأن تكون البدائل، هنا بقى نيجي في الإيه، في أنا جاي لسؤال هظل الدائرة. عدد العمليات العقلية أو عدد الخطوات لا تتعدى خطوتين لسؤال اختيار متعدد، والا يبقى هديله بقى ورق يشتغل ويحل، يبقى عملنا ايه؟ فعدد الخطوات اللازمه لحل السؤال لا تتعدى خطوتين. خلو طبعا الاسئله من اخطاء العلميه والايه واللغويه، وطبعا زي ما اكدت لحضراتكم مراجعه نموذج الاجابه قبل بدء في عمليه الايه، قبل ما ابدا تصحيح هراجع نموذج الاجابه مره ثانيه، ولو اللجنه طلعت اي مشكله هنعالجها قبل ما نبدا عمليه الايه، مش بعد ما صحح، لا بعد ما صحح مش هينفع، قبل ما ابدا العمليه الايه التصحيح. انا بس عايز ااكد على نقطه مهمه جدا، هو ليه احنا رجعنا جزء مقالي صغير وهقول لكم عليه. الاسئله وناس اساتذه قاعده هي في القياس والكلام ده كله، اسئله الاختيار المتعدد بتتعرف على الاجابه، التعرف على الاجابه. طب الطالب اللي يقعد يمتحن طول عمره بطريقه اختيار متعدد، لما اجي اقول له اكتب ايه، اكتب موضوع تعبير ولا اكتب مذكره عرض ولا ما يعرفش، لان الاسئله المقاليه هي انتاج اجابه، وانا محتاج الاثنين ان شاء الله يبقوا سؤالين. سؤال المهم ان الطالب هيذاكر من اجل ايه، انتاج الاجابه، وده كان المغزى التربوي من العمليه بتاعتنا. طبعا بنعمل فيديو توضيحي، وحن ان شاء الله مع جزء التطوير التكنولوجي خلال ايام بسيطه يوضح لهم ازاي بنستخدم عمليه البابل شيت.
انا كل اللي يهمني اكتر ان انتوا تبقوا عارفين الورق الامتحانيه كم سؤال بقى مقالي، كم سؤال موضوعي، النظام ازاي، ده اللي هنوضحه لحضراتكم كمان شوي. يلا عدد ونوع الاسئله في كل ماده دراسيه، ده بقى اعتقد كلكم جايين مستنين هذا الايه الكلام. ليه بقى؟ لما قلنا هنقلل عدد الاسئله الناس قالوا ايه؟ الله، ده ما هنزود درجات. لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص. تعالوا بينا على مادة اللغة العربية، 180 دقيقة اللي هي 180 دقيقة يا دكتور مش كده؟ الزمن. أربع أسئلة مقال، أربع أسئلة إيه؟ مقالي في مادة إيه؟ ها؟ سؤال التعبير، والدكتور رمضان قاعد أهو يردني لو في أي مشكلة، هيبقى عبارة عن مقدمة لموضوع، هديلك عناصر وعايزك تكتب مقدمة لموضوع لا تتعدى كم سطر يا دكتور رمضان؟ ست سطور، هسيبهم لك في الخانة الفاضية اللي هقول لكم عليها الوقت. مقالي أربعة، موضوعي 51، أصبح المجموع 50، المقال 55، المقال عليه 10، الموضوع عليه 70، يبقى الدرجة كام؟ درجة كام؟ 80. نيجي للغات الأجنبية الأولى والفرنسية، اللغات الأجنبية الأولى 180، الزمن 180 دقيقة، المقال 3 أسئلة، الموضوع 37 سؤال، الإجمالي 40، المقال 3 34، ده ما فيش فيه أي تعديل، وبعد كده المقال من 8 و42، يبقى المجموع كام؟ مجموع كام؟ 50. اللغات الثانية 120 دقيقة، مقالي سؤالين، والموضوع 31. نعم 29 تسع فين؟ ده قبل التعديل. لا، ما انا بتكلم قبل التعديل، انا بقرا ده وارجع اقرا ده. 120 دقيقة وبعدين مقالي سؤالين، 31 موضوع، 33 المقال 2، وبعدين 29 المجموع 31، وبعدين عندي حاضر، وبعدين مقال 6 34 40 درجة. نيجي بقى للمواد العلمية اللي هي الكيمياء والفيزياء والرياضيات والكلام ده كله، هم سؤالين مقالي، الورقة الخاصة بالمقالي، لا انا هجيبها انا من عندي اللي كانت معايا الوقت هنا، ورقه الاجابه كنت جايبهم اهي دي، بصوا اهو الورقه دي هتطبع لكل ماده، هتطبع لكل ماده، يعني ورقه الاجابه سواء البابل شيت او ورقه المقالي هتتكتب عليها اسم الماده. فجاي لك سؤالين مقالي، يبقى الفراغين اللي جاي لك في الورقه بتاعه الاجابه المقالي كم فراغ؟ كم مساحتين بس؟ بالسؤالين. لو هم ثلاثه يبقوا ثلاثه، لو اربعه يبقوا اربعه، وهكذا. السؤال بقى والنصيحه اللي بقولها لاولادي، على قد المساحه جاوب. نعم؟ زود ايه؟ لا، المكان المخصص يعرف ان هو حاد عن الاجابه. اللي واضع المساحه دي مين؟ الهيئه الفنيه اللي عارفه الاجابه على هذا السؤال، المساحه دي. فانا ادي الجزء الحقيقه اللي انا باكد عليه في هذا الكلام. نيجي بعد كده للمواد الادبيه، 180 4 46، كل اللي عملناه خلينا الاربعه بقوا كام؟ ده انتوا مش معايا، بقوا اثنين، بقوا كام؟ بقوا اثنين، وبقى 46، انا 180 4 46 50. اجي بقى بعد التعديل اللي عملناه، بقى اثنين بس مقال، اثنين بس ايه؟ وبقى عندك 44 سؤال موضوعي، المجموع 46، المقال عليها اربع درجات، يعني كل سؤال مقال عليه كم درجه؟ درجتين. يبقى كل سؤال مقالي عليه كام درجة؟ درجتين، وده يساعدك في ان ما يبقاش في تفاوت بين المصححين.
لا العرب عشان في موضوع تعبئه. اما خلص بس حاضر المركز امتحانات يرد عليك مش انا. بقى عندي درجتين في المقالي في المواد الادبيه 42 و46 في الاخر 60 اللي هي درجه الايه الامتحان. الرياضيات البحته والرياضيات التفاضل والتكامل، الناس اللي بتقول شعبه رياضه مظلومه، يا جماعه المادتين بيتضافوا على بعض اللي هما بيكافئوا ماده البيولوجي مثلا الاحياء او بيكافئوا الجيولوجيا. الماده بتاع الجيولوجيا من كام ساعه؟ 3 ساعات. انا بمتحنك في فرعين الرياضيات ساعتين وساعتين. فده بس هي دي النقطه. فعشان تبقى بس الدنيا واضحه ومنوره. جدول الامتحان ترتب عليه اشياء كثيره. ترتب عليه اشياء كثيره منها بقى صندقه الاسئله وحاجات كتير تمت خلاص. فما حدش يجي يقول لي بقى ايه يفوتني في موضوع الايه؟ الجدول. الرياضيات التطبيقيه هي بعد كده الاستاتيكا والديناميكا ادي 120 و2 و2. الحقيقه بتوع الرياضيات كانوا عاملين حسابهم من الاول خالص وخلوا السؤال المقالي قبلوا سؤالين يعني يشيل قبلوا سؤالين موضوع. انما بتوع العلوم بتوع الكيمياء والفيزياء كان السؤال المقالي بيشيل قبله ايه؟ سؤال واحد موضوعي. فقلت لهم لا فاكره دكتور رمضان؟ لا مش حكايه واحد، انا عم امسك القلم واكتب غير يبقى ده زمن اطول نسبيا. فاحنا على طول السؤال المقالي كانه قبله سؤالين اختيار من ايه؟ من متعدد. نفس الكلام في اللغه العربيه عندي، لان مثلا لما اكتب 6 سطور هل الزمن المستغرق لكتابه 6 اسطر زي الزمن الاجابه على سؤال ام اس كيو؟ لا طبعا. فعلى طول عوضنا هذا الكلام. وده احنا انا ما بنغيرش كلامنا بس عشان تبقوا عارفين، ولكن بنضع التفاصيل قدام ولادنا وقدام اهالينا عشان يعرفوا ان الدنيا واضحه وباينه، وحتى نموذج الاجابه يبقى واضح والدنيا كلها تبقى واضحه في هذا الكلام.